سلمى، صباحنا لليوم ما رح نبدأ مع موضوع مهم جدا لكل أفراد العائلة، وهو ما يسمى بالمنصات التربوية اللي أطلقتها وزارة التربية للطلاب بالمركز الوطني لتطوير المناهج التربوية، ملتقى للحوار والنقاش وتبادل الخبرات بين أركان العملية التعليمية، مستفيدة من طبعا التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة لإيصال المعلومات للطلاب بطريقة سهلة وجذابة. لنحكي أكثر عن هالموضوع معنا الدكتور دارم طباع، مدير المركز الوطني لتطوير المناهج بسوريا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، صباح الخير. أهلا وسهلا. يسعد صباحك دكتور دارم. يا أهلا وسهلا. اسمحوا لي بداية أول شيء هنئ أبنائنا الطلاب الثانوي والإعدادي اللي أنهوا المرحلة الهامة من حياتهم ودخلوا مرحلة جديدة، وهلا نحن مقبلين على دورة تكميلية. بتعرفوا كمان الأهالي هلا مشغولين بالتحضير للامتحانات، وبالتالي يعني موضوع التربية اليوم هو رقم واحد. صفة الناس أكيد. كلها هو كل الناس شاغل بال تماماً الناس. تماماً. وهذا موضوع حيوي، يعني بلد بدون ما يكون فيها نظام تربوي قائم يمكن أساس بقاء سوريا هو هالأطر التربوية يلي عم تشتغل ليل نهار على مدى الوطن. يعني إذا بقول لك إنه فوق 5 ملايين شخص في سوريا يعني يعملون ضمن وزارة التربية كطلاب ومدرسين وموظفين وأهالي، يمكن تطلع للعشر ملايين. أكيد. لهيك نحن اليوم نرحب فيهم كلهم. أكيد. نحن لهيك اليوم دكتور بدنا نعرف من حضرتك بداية المنصة التربوية، شو هذا النظام الجديد وكيف رح يستفيد منه الطلاب؟ هلأ بداية لازم نقول ما هو المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية. سابقا كانت وزارة التربية هي من تقوم بإعداد المناهج وإعداد الكتب وتطوير سير العملية التربوية بالمدارس. بعام 2013 صدر مرسوم السيد الرئيس بإحداث مركز الوطني لتطوير المناهج التربوية بهدف أن يكون هناك هيئة مستقلة للإشراف ودراسة آليات تطوير المناهج بشكل يكون بشكل مستمر وأكاديمي وعلمي ويستفيد من كل الخبرات الموجودة. بدأنا بتطوير الكتب المدرسية، وكل الناس بتعتبر أن المنهاج هو الكتب المدرسية. هذا الأمر أصبح اليوم غير مقبول إطلاقا. الكتاب المدرسي هو عبارة عن وسيلة من وسائل التعلم، المنهاج أبعد بكثير. اليوم يمكن حوارنا مع بعض هو جزء من المنهاج اللي عم يسمعنا، هلا كنتوا عم تحكوا على موضوع تلوث البيئة، على تلوث التربية، على عقاب السجائر، هذا كله ضمن المنهاج، وبالتالي ما يتعلمه الطالب هو ما يقوم بأدائه. من هالمنطلق هذا تطورنا بعد تطوير الكتب المدرسية إلى بناء منصات. المنصة هي عبارة عن آلية جديدة تستخدم وسائل التقنيات الحديثة لتوفير التواصل بين المتعلم والمعلم والمجتمع، وبالتالي الطالب ما عاد يدرس حقائق مجردة، الطالب عم يدخل بمواقف بحياته، وبالتالي صار قادر على حل المشكلات، قادر على الحوار، قادر على النقاش، تحليل القضايا، المشاركة بإعداد المنهاج، أعطاء رأيه، البحث عن أساليب جديدة، عن آليات جديدة، عن معارف جديدة. أصبح الطالب مميز بأربع أشياء. سابقا كان مميز بالمعرفة فقط، ما هي بيقرأ كتاب خلاص صار عنده معرفة، لا مميز بأنه عنده معرفة، عنده قدرة على تجسيد هالمعرفة بحياته، عنده قدرة على الدخول لسوق العمل، وعنده قدرة على أن يجد نفسه في وطنه تماما، بيعرف وين مشاكل بلده وشو بده يحل. هاي القضية بتنحل بيحلها بشكل علمي. من هالمنطلق بدأت المنصات التربوية عملها بنقل المدرسة كما هي إلى الواقع الافتراضي، وطبعا صار في نقاشات حولها. إذا درس انعطى بيطلعوا طلاب من أي منطقة في سوريا ومن أي منطقة من العالم، بيدخلوا بيقولوا هذا كلام في هيك وفي هيك وهي المسألة تحل بهالطريقة، يشاركوا. وتطورنا أكثر في منصة دمشق التربوية بشكل أنه أصبحت هذه المنصة تعطى من الطلاب. يعني الطالب، هذا نظرية الصف المقلوب، الطالب هو من يقوم بأداء الدرس والمعلم هو من يشارك في الإشراف على هذا الأداء. نعم. وهي آلية جديدة جدا. وهلأ ممكن نحكي على مفهوم يعني محتوى المنصات وكيف عم تقدم دورها. أكيد أكيد دكتور، يعني مثل ما قلت يمكن كمان أهم شيء أنه اختصرت شيء كتير بيسمعوه الأمهات والآباء اللي هو ملينا من الكتاب. يعني كمان حلو انه الكتاب نحافظ عليه، بس كمان حلو نواكب التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثه مثل ما قلت حضرتك، والوقت المناسب للطالب حتى يفوت ويمكن هيك يشارك، يحس حاله مشارك مع مجموعه من الطلاب. خلينا نحكي شو محتوى هي المنصات، كيف تم تطبيقها، هل لمستوا نتائج معينه؟ هلا هي المنصات عباره عن
قاعة مجهزة مثل التلفزيون، مجهزة بكل وسائل التواصل، عندنا شاشة تفاعلية وعندنا 6 منصات قابلة لاستخدام كل وسائل التواصل، هاتف وواتساب تشات سكايب، عندنا عناوين وعندنا موقع للمنصة اللي هو المنصة التربوية السورية أو www.sep اللي هي Syrian Educational Platform.edu.org. فهي أول منصة. المنصة الثانية عملناها للتعلم المبكر لمرحلة الأطفال ما قبل المدرسة، وهذا العام افتتحنا منصة دمشق التربوية تابعة لمديرية التربية دمشق واللي هي في منطقة القصور. وهذه المنصة الجميل فيها أنه أخذت جانب آخر، هي مرافقة لصالة الفن المعاصر، 15 يوم فنان من فنانين وزارة التربية ومن خارج وزارة التربية بيقوم بعمل معرض هناك ويتم النقاش حوله، وأيضا في نفس الوقت هناك دروس وهناك جلسات امتحانية، يعني عم يقوم بالعملين، العمل التربوي وبنفس الوقت خارج إطار العمل التربوي، هو زيادة منسميها المهارات العاطفية أو الوجدانية والمهارات الاجتماعية، لأنه اليوم التعلم 3 مهارات، مهارة الإدراك ومهارة المهارات الوجدانية والعاطفية، وأهم شيء هو المهارات السلوكية اللي للأسف كثير من الدول لم تصل إليها بعد. نحن عم نحاول من خلال المنصات أنه هالثلاث مهارات مع بعض البعض نوصلها للطالب من خلال هو تفاعله ضمن هالمنصات التربوية. نعم. يعني دكتور مثل ما حكيت قبل شوي، قلت أنه هاي المنصة تعمل على دمج الطالب والمجتمع والمعلم مع بعض. يعني خلينا نحكي شوي، اليوم بعض الأهالي بيعانوا عادة من مشكلة الدروس الخصوصية عند الطلاب، أنه بيروح بالمدرسة ما بياخد كل شيء، ما بينشرح لكل شيء، مضطر ياخد درس خصوصي. المنصة التربوية قدي في إلى دور لتحل محل هذا، خلينا نقول الحلقة اللي ممكن تكون ضياع لبعض المعلومات بسبب طبعا الأعداد الكبيرة اللي عم تشهدها المدارس بسوريا، إضافة إلى اللي هو النوع المختلف بأداء المادة بين الطالب وبين الأستاذ، اللي هو نوع جديد ما نرايح درس خصوصي كمان تلقيني مثل ما بيقولوا. يعني هلأ نحن ضمن المنصة التربوية في عنا قناة يوتيوب هذه القناة تبث بشكل مباشر وفق برنامج غالبا عم يكون بين الساعة 10 للساعة 12، موجود البرنامج على موقع المنصة. هي نقل للدروس اللي تعطى في المدارس من الصف الأول للصف البكالوريا وفي جميع المواد، وأساتذة من مديريات التربية، أساتذة مميزين بيجوا مع طلابهم 6-7 طلاب ومجهزين بكل وسائل معينة للتدريس ويقومون بإعطاء هذا الدرس. هلأ أثناء أعطاء الدرس بإمكانه أي طالب أو أي معلم أن يشارك، بعد ما يعطى الدرس تسجل بشيء اسمه الجلسات المصورة، وصل عددها حتى الآن إلى أكثر من 2000 جلسة بثلاث منصات. عندنا متابعين بأحدى الجلسات، مثلا جلسات الامتحانية، إضافة لأنه بنعطي دروس هلأ قبل الامتحانات، مع أن هلأ امتحانات تكميلية، كل يوم قبل الامتحان عندنا جلسة مصورة امتحانية تعطى لكل الطلاب، تناقش فيها السلالم، نماذج الامتحانات، إذا في طالب عنده سؤال هو عم يقرأ وجد أنه سؤال غير قادر على حله ما في داعي يروح لعند أستاذ ويستنى، وبتعرفوا أنتوا هذا بيطلب هيك لا، بإمكانه مباشرة إما يتواصل مباشرة مع المنصة أو يرسل رسالة أو يفتح سكايب ويسأل السؤال. إذا لم تتم الإجابة عليه مباشرة من الجلسة المباشرة، فخلال 12 ساعة في عنا مجموعة من الخبراء حوالي 15-20 خبير لكل مادة مباشرة بيجاوب عليها، وعنا شبكة تواصل واتساب بين جميع الخبراء، مدير المنصة الأستاذ محمود حامد مباشرة بيشوف شو الأسئلة التي لم يتم الإجابة عليها وبيقول للخبراء في عنا 3 أسئلة فيزياء لم يتم الإجابة عليها، عنا سؤالين قومية، عنا سؤال تاريخ بتابع تماما. وبالتالي نحن عم نتيح المجال للكل. هلا بقي شغلة هامة هو أن يعرف الطلاب عن هذه المنصة. أنا أثناء جولتي الامتحانية سألت كثير طلاب، سمعتوا عن المنصة؟ لا ما سمعنا. ليه ما يعني سمعوا؟ ما في ها يبدو أنه الطالب نتيجة غرقه في حفظ دراسة الكتب، ما عم يفضل لا يفتح تلفزيون لا يسمع وسائل التواصل، وإذا فضي شوي بيقعد بيلعب على الموبايل. اليوم رح ننزل عنوان الصفحة أكيد على صفحة صباحنا غير مشان كل يلي عم يتابع إن شاء الله. وأنا بتمنى يعني هلأ نحن عنا متابعين كتار بجلسة الرياضيات بالجلسة الامتحانية 14,000 متابع. حلو. فأنا بدعو كل الأهالي لأنه يشجعوا أبنائهم على الدخول للمنصة، يشجعوا أبنائهم على المشاركة، الأفكار
حلاوة المنصة أنها تستقطب الأفكار، هي لا تبث فقط، هي تستقطب الأفكار. يعني أي واحد عنده فكرة ممكن يجي لعنا وهالفكرة هي نحولها إلى واقع وتزيد في عملية تطوير هذه المنصات التربوية. أكيد. دكتور، يعني هي من خلينا نقول أنه منفعة متبادلة، مو بس للطالب، أيضا للمعلم أو المدرس، يعني هي تجربة جديدة إن كان مثل ما قلنا بالتكنولوجيا، وأيضا فرصة عمل لتحسين طبعا وتطوير دخله المادي وأيضا مهاراته كمعلم. طبعا فخلينا طبعا نحكي كمان عن هي الفائدة، لأنه كمان خلينا نحكي شيء منطقي واقعي. هلا ما بدنا نعمل دعاية كثير مشان ما بكره الأساتذة يجوا يعملوا واسطات مشان يعطوا دروس. أولا المنصة مفتوحة لكل المعلمين، وخصوصي اللي عندهم قدرات يعني متميزة، يعني وسائل حديثة، أفلام، فيديو، عروض، مقاطع، مواقف تعليمية. نحن اتخذنا قرار في مجلس الإدارة السابق لينعقد من أيام وبدعم من سيد الوزير بوضع تعرفة والاتفاق عليها، يعني مقبولة نوعا ما، تؤمن للمعلم الذي يعطي درس في المنصة التربوية مردود مادي يغطي تكاليفه وممكن يكون يعني حافز له، إضافة لأنه المشارك معه كمان ممكن يأخذ حافز معين. من خلال الحافز هذا عم نحب أنه نشجع المعلمين. لكن بدي لكم شغلة، أغلب المعلمين اللي عم يجوا يشتركوا معنا الحافز المعنوي هو الأساس، عم يحبوا هذه الطريقة، يخرجوا من بوتقة الصف انه انا عم بطلع عم بعطي وسائل حديثه، عم تابع. تخيلي انت وبتكوني قاعده عم تعطي درس وطالب بحلب عم يسمعك، وطالب عم يشاركك من دير الزور، وطالب من حمص، طالب من اللاذقيه، وهالمشاركه هي اعطاء اراء مختلفه، نقل وقائع مختلفه، عم تخلي المعلم يخرج من هذا الروتين القاتل اللي تعود عليه، وبالتالي في شغف معنوي اكثر من الشغف المادي. لكن كمان نحن عم نسعى لانه يكون هناك مردود مادي يغطي للمعلم الذي يشارك في المنصات التربويه يعني جزء من احتياجاته. نعم أكيد. يعني خلينا نحكي شوي عن النتائج دكتور دارم. اليوم كنا من فترة قلنا أنه كان عنا نتائج التواسع وأيضا البكالوريات، وهلأ عنا الدورة التكميلية. نتمنى أكيد يلي عنده نقص بأي مادة أنه يكون موجود معكم ضمن دروس تقوية خاصة بهذا الموضوع. هل لمستم تطور؟ هل كان في طلاب من اللي شاركوا بالمنصة التربوية استفادوا وكانوا من ضمن الناجحين بعلامات جيدة؟ هلا لسه ما عملنا جرد نهائي، لكن انا متاكد تماما انه الطلاب اللي شاركوا معنا هن من الطلاب المميزين، لانه هن متابعين تماما. الطالب اللي عم يتابع ويشوف وزارة التربية شو عم تساوي، مواقعها شو عم تقدم، الخدمات الجديدة، بالتالي النجاح اصبح اليوم فرصة. يعني ما هو حلم، هو فرصة، اذا دخلت وحبيت ان تخوض هذه الفرصة فانت تنالها تماما. وشفتوا اليوم صار في تغيير كبير بحتى نسب النجاح، نسب النجاح جيدة، الطالب صار شغوف أكثر بتقديم الامتحان، ما عادت الأسئلة تقليدية وحفظية، عم نحاول ندخل مهارات تفكير ناقد، مهارات تحليل، مهارات استنتاج، عم نخرج، بدنا الطالب يخرج من بوتقة الكتاب المغلق والغرفة المغلقة، هلأ بدنا الأهل كمان يخرجوا من هالبوتقة، نفوت على الغرفة، عود اقرأ، ممنوع تطلع، أنت عندك بكالوريا، لا، التعلم هو التعلم في الحياة، كل شيء ممنوع مرغوب كمان تماما. وبالتالي انت عم تفتحي له من خلال المنصات القدرة على التحاور مع الآخرين تماما، والتفاعل، يمكن والتفاعل وابداء الرأي. اليوم بينتقدون احيانا انه يا اخي عم تحطوا بالكتب العودة الى مصادر تعلم. طبعا طبعا انت اليوم المعرفة متاحة، لا يمكن انا اقول لك انه انت ما عندي غير هذا الكتاب كم معرفي، بالوقت العالم يطوف بالمعارف، لازم افسح لك المجال انت تبحثي عن المعرفه اللي بتطور عملي. يعني حتى في مجالكم بالاعلام بجوز حضرتك تقري بموقع مختلف عن زميلتك، وبالتالي يكون في تنافس بيناتكم، وهذا اللي نحن غايتنا بالعمليه التربويه، انه كل فرد يبني منظومته المعرفيه التي يريدها. فالمنصات التربويه هي عم تتيح هالمجال هذا، اضافه لانه عم تميز المدرسين. المدرس عاده تقليدي حافظ الدرس بصم الكتاب، حافظه من جلده لجلده، بعد 10 سنين بالتأكيد أنتوا لو تعيدوا الحلقة 10 سنين بتحفظوها. فالمعلم حتى بالفيزياء والرياضيات حافظ الدرس. هلأ بالمنصات التربوية التحدي أكبر، لأنه الأسئلة مفتوحة، صحيح. وبالتالي ممكن يجيك سؤال ما بتعرفيه، بدك
شغلي كل ملكاتك لحتى تطوري نفسك. نعم دكتورة، يعني هي خطوة كتير مهمة وجديدة، والأهم من هيك أنه هي تصحيح لفائدة مواقع التواصل الاجتماعي، اللي نحن لا بتعرف أنه عايشين كمان بفوضى، ممكن عم تضيع جيل بأكمله، فأنتوا اليوم عم تصححوا هذا الشيء بشيء معرفي. شكرا لجهودكم، ونتمنى من كل الطلاب يكون في عندهم استفادة، ومن المدرسين أيضا. شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم، شكرا لاهتمامكم بالقضية التربوية، وأنا برأيي هذا اليوم الخط الأول اللي يجب أن يعمل عليه المجتمع السوري لحتى يستعيد ألقه. دائما سوريا مميزة بمنهاجها التربوي. بدي لكم بس قبل النهاية كلمة، كنت بهانوي بمؤتمر تربوي عالمي كل دول العالم، فأجوني من المغرب من الجزائر، فعم نحكي مع بعضنا كلهم أعجبوا إنه شو عم نعمل بسوريا. فقال لي واحد، قال لي أنا أساتذتي كلهم سوريين، والمغربي اللي هو مسؤول عن وزارة التربية المغربية قال لي أساتذتي كلهم سوريين، فالتربية هي أساس انتشارنا في الوطن العربي. شكرا لكم. شكرا لك دكتور دارين.